ايه يا باشمهندس؟ هو الموضوع بيطول كده ولا ايه؟ والله يا مستر يحيى، هو عادة لا، بس انا بصراحة لانه جاي لحضرتك معرفش حضرتك عايز ايه بالظبط. بصراحة كان ولا البروجرام ولا اللينك معايا جاهزين، بس انا خلصت. طيب فاهم هنعمل ايه بقى؟ اوكي دلوقتي انا بعت لحضرتك المسج اللي فيها اللينك. تمام على الموبايل؟ ها؟ اه تمام، نشوف الرسالة. تمام، اوعى تفتح اللينك. اوكي اوعى تفتح اللينك. تمام، شوف حضرتك عايز تبعته لانهي الرقم وتعمل فورورد للرقم ده. اوكي اهو، واكيد حضرتك تتاكد من الرقم. اوكي فورورد. تمام، طيب ايه بقى يعني؟ هو اساسا اللينك ده عباره عن ايه؟ ده لينك اغنيه. حلو حلو، ده تفاح جدا. طيب وهنا كمان على اللابتوب بتاع حضرتك نزلت لك البرنامج اللي انت هتتعامل منه. تمام، لو عايز ناخد الطلعه الاولانيه واحنا سوا يلا. يا ريت يا ريت، عشان بس انا ماليش قوي في الحاجات دي، بس انا هاخد الطلعه الاولانيه وبعد كده هسلم. سهله سهله سهله. اوكي دلوقتي البرنامج جاهز ان هو يشتغل. تمام، حضرتك اللابتوب ده متوصل بانترنت وتليفونها متوصل بانترنت، حضرتك تدوس على ستارت دي، شايفها؟ تشوف وتسمع كل حاجه. حلو. تمام حلو. استنى بقى كده. هي كده استلمت. لا انت رايق يا يحيى. تمام كده وكده هي فتحت اللينك. برافو برافو يا باشمهندس، بجد برافو. مش عارف ارد جمايلك ازاي، مش خساره فيك. شكرا مستر يحيى، ورقمي مع حضرتك لو احتجتني في اي تفاحه. معلش لا مؤاخذه في دي الكلمه، يعني هو انت ما تقدرش توصل؟ ما اقدرش مستر يحيى، انا عملت الشغل كله من على اللابتوب بتاع حضرتك، كل حاجه هنا على اللابتوب بتاعي مسحتها خلاص، انا ما اقدرش اشوف او اسمع اي حاجه صدقني. ما تقلقش. لا انا مش قلقان، انت لو شفت او سمعت حاجه انت لا تقلق. ها تعرفش يا مستر يحيى عندنا اصول في شغلنا. احب اولاد الاصول بتوع التفاح. حبيبي ما تسلعش ناكل لقمة مع بعض. بصراحة يا ماما أنا زهقت من قعدة البيت. حبيبتي والله أنا عارفة إنك زهقتي وأنا كمان زهقت، بس أنا عايزاكي تقدري موقفي. ماما خايفة عليكي من اللي ممكن يحصل لك بره. شفتي آخر مرة إيه اللي حصل؟ طب حتى على الأقل ننزل أنا وإنتي، مش إنتي كنتي موافقة إن أنا أروح المدرسة؟ خلاص يبقى مفيش حاجة تقلقي منها. حبيبتي الخروج بره غير المروحة المدرسة، في المدرسة أنا هوديكي بإيدي أسلمك عند الباب وهاجي أخدك في المروح من على الباب، وطول ما انت جوه المدرسه انا مش هبقى خايفه عليكي اصلا، لكن الخروج بره المدرسه ده وضع مختلف خالص يا ندى، انا هبقى قلقانه. يا ماما والله العظيم مفيش حاجه هتحصل. طب حتى على الاقل ننزل انا وانت نتمشى شويه، انا بجد زهقت خلاص. حاضر يا حبيبتي، وعدني في اقرب فرصه هاخدك واخرجك ونتمشى سوا. ممكن بقى دلوقتي لو سمحتي تقومي تاكلي معايا؟ انا مش قادره. طب ممكن انت تروحي تاكلي وبعدين كمان شويه انا هبقى اكل معاكي. انا بقى مش هيجي لي نفسي اكل وانت مش قاعده جنبي على السفره. أنا نفسي مش بتتفتح غير لما انتي تبقي قاعدة جنبي. طب ممكن أسألك سؤال؟ اسألي يا لمضة. هو انتي قررتي هتعملي ايه في موضوع أنكل يحيى؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.